شيخ شفنا تألق العديد من اللاعبين في هذه الدورة. خلينا نتحدث عن حماش اللي يقول كثير أنه السيد عبد النور كريباز اللي نحيه بهذه المناسبة هو اللي كان وراء يعني اكتشافه واتصل برزق رمان. هذه هي النقطة اللي لازم نبحثوا عنها في كل المنتخبات الوطنية وفي كل الفرق الوطنية. بطبيعة الحال لاعب سابق عبد النور كريباز لاعب كان لاعب مليح لاعب في الاتحاد البلدي لاعب في بلدية العاصمة بطبيعة الحال شهادة أو لازم نقبلها باسكو أو زميل أولا زميل في العمل وزيد كذلك راه لعبنا كيف كيف هو كان في الاتحاد البلدي في فرايد القبة نفس الجيل دوك تعرفوا من زمان دوك أنا كلامك خلي بازا بطبيعة الحال بعد ما أشره لي زاد بعثي الفيديوهات تاعه وتابعوا في عدة مباريات نشكره بالمناسبة نشكره صحة للعمل اللي داروا حبا للوطن صحيح. حبا للوطن باسكو كان يقول لي رزقي ماذا بيا هذا الكارديا يلعب في الجزائر ما يروحش لكندا ولا يروح لفرنسا باسكو عنده ثلاث جنسيات ولهذا نشكره بهذه المناسبة نشكره على كل حال لأن برهن على حب وطنه وما ما يخفاش كذلك كان في عدة بلدان لاعبين سابقين اللي راهم عايشين في خارج البلاد يقدر أي واحد فيهم يلاحظ لاعب في نفس الجيل اللي راهو اللي يمثلوا يشيروا لي بطبيعة الحال هذا راهو لاعبين سابقين اللي عندهم إمكانيات باش يقدروا يلاحظوا الأحسن اللي يكون في الفريق وهذو أبناء الجزائر مرحبا بهم في المنتخب يعني أولادنا اللي هو خارج البلد ولا في البلد اللي عنده مكانته مرحبا بهم بارك الله فيك الشيخ. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.